ابو تلاتة يا ابو تلاتة ابو تلاتة يا ابو تلاتة مبدئيا كده الفيديو ده كله ضحك فلو انت متضايق مثلا من مقلب رامز وقفات مربوحة تعالى عشان الضحك ده كله في الفيديو ده ولو انت عندك صاحبك مخنوق ابعت له الفيديو ده يا جدعان عشان انا النهاردة عندي ضحك للركب عندي ضحك يعني مقياس تلاتة رختر تلاتة رختر ضحك اهلا وسهلا بيكم في قناة كابتن يسام وهنحلل تحليل تمام التمام يا ريت كل الناس اللي بتشوفني يا ريت فضلا وليس امرا نوصل الفيديو ده 5000 مشاهدة و1000 لايك بس أنا راضي ب1000 لايك مع إن الفيديو النهاردة ده كله ضحك وصلوه زي ما أنتوا تحبوا وصلوه هنبتدي بإيه؟ مالناش غيره نادي الزمالك أو الاسم الجديد لنادي الزمالك هو نادي أبو تلاتة أبو تلاتة من الأهلي أبو تلاتة من فاركو أبو تلاتة من البنك الأهلي أبو تلاتة النهاردة من المصري يا جدعان فيها زمالك فيها زمالك مش كده يا حبيبي النادي ده لو كانوا بانيينه بفلوس حرام ما كانش يحصل فيه كل اللي بيحصل ده يا جدعان ايه المرمطه دي ايه الموسم ده يا جدعان ايه ايه, إيه البؤس اللي عند نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك الموسم ده يعني مثلا البؤس ابتدى بانه خسر قدام النادي الاهلي في بطوله السوبر تمام جه عم كولر لعب اول مباراه كده لسه بيقول بسم الله بيجرب اللعيبه بيشوف مين برونو سافيو ده منين بالظبط هوب جول الزمالك خسر السوبر والاهلي خد بطوله السوبر من بق الزمالك مع ان الزمالك في وقتها كان فرقه يا جدعان والله فرقه فيها امام عاشور وزيز وفرقة اللي خدت الاتنين دوري ورا بعض ما علينا قال لك بعد كده خلاص مش مشكله بطوله السوبر معانا الدوري معانا الكاس معانا افريقيا معانا كاس الرابطه ان دخلناه يعني يجي لك معلم في افريقيا يقدم لك ضحك من خاص يقدم لك الماده الخام للضحك يعني انت تروح كده لنادي الزمالك تاخد ازايز ضحك وتيجي على طول يعني الماده الخام للضحك في افريقيا إيه مش عارف يكسب المريخ المريخ بيجيب جيب هنا في ثلاثة جوان والزمالك بيكسب إيه شباب بالوزداد بياخده رايح جاي الترجي بيعلم عليه هناك وبيخرج كالعاده مركز ثالث او حصاله بس النهارده المره دي يعني الزمالك تفوق على نفسه وخرج مركز ثالث ما خرجش حصاله قال لك خلاص خلاص امرنا لله بطوله افريقيا صعبه نركز في الدوري الدوري بتاعنا خلاص هي إيه دي احنا هنفوق خلاص احنا خرجنا من افريقيا فوقنا بقى فوقنا بقى للدوري بقى خد عندك يا سيدي تلاتة من الأهلي تلاتة من فاركو تلاتة من البنك إيه ده؟ إيه ده؟ إيه, ده؟ إيه كمية التلاتات دي كلها؟ الله أنا ما شفتش كده أنا ما شفتش كمية التلاتات دي في أي نادي في الدنيا معروفة يعني الكورة مكسب وخسارة مش مكسب وتلاتة مش مكسب وتلاتة على طول تلاتة إيه سر حب نادي الزمالك في الهزيمة بتلات اجوان أنا مش فاهم يعني هل هل مثلا يعني ايه آه نادي الزمالك ده مبني على ثلاثة عمدان ولا حاجه مثلا آه رقم ثلاثة ده بيمثل له تميمه حظ او تميمه نكد او تميمه اسئله مش فاهم حاجه انا بس عندي رساله يعني قبل ما اكمل لو انت زملكاوي بتتفرج عليا سامحني انا اسف حقك عليا ولو حد يعرف حد زملكاوي صاحبه اخرجه خده خرجه إيه لعبوا بلاي ستيشن وخليك سبك إيه على القهوه شربوا سحلب كده بس ما يبقاش في في اي الوان تبع للاحمر او للاهلي او اي حاجه تمام شربه إيه شربوا سا... خليه يغلبك في الضمنه خليه يلعبك طاوله وسيبه يا اخي يكسبك فرحه فرحه يا جدع حرام عليك ده نفسيتهم جحيم واسوي اوعى إيه... إيه... تبعت له اي فيديو من فيديوهاتي طبعا لا ب... ب... الزملكاويه حبايبنا بس هم فعلا بيعدوا باصعب فتره يا جدعان ايه ده ايه ده انا مش فاهم بيقول لك جمهور نادي الزمالك في الواقع وانتوا جمهوركم في المواقع النهارده ما كانش فيه اتنين في الاستاد استاد برج العرب ما كانش فيه اتنين ولا ثلاث مشجعين حتى ورا بقى ما كانش فيه حد فرسالة مني لأي حد عنده صديق زملكاوي أو قريبه زملكاوي أو أخوه أو أبوه حاول تعمل خير لو اتعصب عليك ما تردش عليه لو شتمك لك وتخانق معاك ما تردش عليه الناس دي نفسيتها دلوقتي كتر خيرهم كتر خيرهم ده الأهلي لو اتعادل ماتش بتجنن الاهلي لو تعادل ماتش بتجنن ما بالك بقى ان انا اخرج من الدوري ويضيع مني الدوري ويضيع مني حتى المركز الثاني يعني مش مركز ثاني حتى يعني الزمالك لحد اللحظه دي الزمالك مش مركز ثاني طب خد المفاجاه بقى الزمالك ممكن ما يشاركش في افريقيا والكونفدراليه الموسم اللي جاي انت متخيل الضحك واصل لفين متخيل الضحك واصل لفين هتجنن هتجنن يعني الزمالك حتى مش في المركز الثاني ولا الثالث ولا الرابع الزمالك في المركز الخامس لو كلمت حد زي ما له خمسه اقول لك ها 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 خمسه صنداونز خمسه <applause> خمسه ده ترتيبك في الدوري ده انت مش هتخش افريقيا ولا حتى الكونفدراليه يعني انت الكونفدراليه اللي بيخشوها اللي هم ايه بتوع التصنيف الثالث والرابع انت مش هتخشها اساسا يعني انت مش ملاحق اكمل لكم بقيه القصه وبقيه السيناريو خلاص الزمالك خرج من افريقيا وخد على عينه في الدوري قال لك بس خلاص هي معروفه تركت الامور لكاس مصر هي دي البطولة اللي أنا بحاول لما ما أعملش إنجازات ألجأ لها، بطولة سهلة خمس ماتشات وبتاخد بطولة وبيتحسب كمان يتفتح لك إن أنت تلعب بطولة كأس السوبر أيا كان بقى مين المنافس وتخش تحط الرجل على رجل وتاخد كمان بطولة السوبر اللي هي من ماتش واحد بسبب إن أنت كسبت كأس مصر وتحط رجل على رجل طول الموسم كده إن أنت يعني خدت بطولتين انت واخد بطولتين واخد بطولتين تحط صباعك في عين التخين حد يقدر يتكلم معاك مع ان هم بطولتين او انت. ما علينا ما علينا جه بيراميدز ب 10 لعيبه بس ادى الزمالك على قفاه وخرجه من كاس مصر بيراميدز ب 10 لعيبه الطموح ب 10 لعيبه خرجهم من كاس مصر طب الجمهور دلوقتي هيعمل ايه؟ طب اللعيبه دلوقتي وضعها ايه؟ طب الصفقات فين؟ كل الفلوس اللي بتترمي دي ومصطفى شلبي تمام و... والسيسي باشا ما... فين فين الصفقات دي كلها ما علينا من الصفقات بقيت القصه قال لك خلاص خرجنا من الكاس. طب ايه طيب؟ مفيش ولا بطوله، خلاص في بطولات تاني؟ ايوه قال لك في بطوله تاني، بطوله كاس الرابطه. بطوله وديه بس هيتكتب في تاريخ نادي الزمالك ان هو اول فريق ياخد بطوله كاس الرابطه قبل النادي الاهلي. انجاز، انجاز والجماهير بتاعت الزمالك هتفضل تطبل وتحتفل بيه ومش بعيد المستشار مرتضى منصور ينزل بانر في صلاح سالم ما بتتكلم ازاي؟ انجاز كبير، طب يا عم. الاهلي حب يعمل معاهم خير وقال لك انا مش هشارك في كاس الرابطه خير خير بس حلو حلو المارد مشي البعبع مشي المرشح الاول لكل بطوله هيخش فيها النادي الزمالك مشي الحمد لله بقى ها بقى اعمل بقى انت بقى خد البطوله بقى كان الاهلي بيقولك انا شايفك متضايق خد انت بطوله يا يعني. هزكي عن صحتي ومالي وعافيتي ولعبتي هقول لك خد بطوله الزمالك يقبل الزمالك ما يقبلش الزمالك ما يقبلش وياخد ثلاثة من البنك الاهلي، يعني البنك هيحجز على فلوسهم وخد منهم كمان بطاقة الصعود، أنت متخيل يعني البؤس والمأساه اللي عايشها نادي الزمالك وجماهيره؟ ما علينا، طيب دلوقتي الأمل فين؟ البطولة العربية لك الأمل في البطولة العربية. <applause> الأمل الأمل في البطولة العربية، انت, أنت 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 مدرك؟ مدرك الكلام؟ ثانية واحدة بس ثانية واحدة بس معلش، ثانية واحدة كده ما حدش يمشي، ثانية واحدة كده عشان أنا أنا هتجنن. انا هتجنن هو فين انا هتجنن تخيل الزمالك حاطط امل في بطوله عربيه هيلعب فيها فريق مدجج بالنجوم وعندهم كريستيانو رونالدو نادي النصر عنده كريستيانو رونالدو تمام ونادي الزمالك حاطط امل على البطوله العربيه وخد الضحك بقى يعني خد الضحك بقى بذكر كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو جاب النهارده جونين واحد عنده 38 سنه مفروض يكون بيبطل كوره وعم محمد مجدي قفشه مش قادر يرفع رجليه جايب جونين النهارده ما علينا عشان انا ساكت ما علينا خلينا في, 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 الضحك دلوقتي خلينا في الفرشة والانبساط دلوقتي كابتن خالد الغندور طالع بيقول لك ان البطوله العربيه اقوى مليون مره من بطوله دوري ابطال افريقيا البطوله العربيه اقوى مليون مره من بطوله دوري ابطال افريقيا عشان دي ما تزعلش عشان دي التسعه ودي العشره ايه بقى ايه البطولة العربية دي هتوديك كأس عالم للأندية؟ ها؟ البطولة العربية دي هتحسب لك بطولة عربية بطولة ودية فيها قرشينات حلوين بس، لكن إيه الإنجاز في كده؟ في النهاية عندي رسالة لكل حد يعرف حد زملكاوي بالله عليك يا شيخ، إعمل خير وراضي. اه إنزل هات له مولتون كيك، إعزمه على الفطار، خرجه، اه لعبه خليك سبك في الضمنة، خليك سبك في البلاي اه حاول تعمل خير لأن الناس دي فعلاً فعلاً كتر خيرها. الناس دي فعلا كتر خيرها الناس دي عايشه وجع ومراره احنا مش حاسين بيها يا جدعان احنا ده, ده, ده الاهلي بيكسب ثلاثه وقفشه يضيع كوره وكهربا يضيع جول ببقى انا قاعد متعكنن ما بالك انا فريقي كل ماتش يخسر ثلاثه ومش كل ماتش وبس ده كل بطوله بخرج منها فبالله عليكم بالله عليكم لو حد ليه حد قريبه زملكاوي يتصل يطمن عليه يسال عليه يخرجه يجيب له اكل اعملوا خير يا جدعان أنا حاسس إن أنا طولت عليكم شوية ومش هتكلم أكتر من كده في الضحك اللي حصل ده، نادي الزمالك هو بيتكلم عني كويس وبيقدم ضحك أحسن مني، فيا ريت يا ريت يا ريت لو عجبكم الفيديو ده أتمنى إن الناس توصلوه حتى لألف لايك يبقى شكلها حلو بس وإن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية أكتر وضحك جديد وإنجازات جديدة.